وانا الحقيقه حبيت ان انا اقدم نموذج لنوعيه الانتاج التلفزيوني اللي احنا بنتمناه كاتحاد منتجين، ولا غرابه في ان يكون هناك شركه لها اهتمامات خاصه ان تكون موجوده، لان الشاشه العربيه هي بتجمع كل الفنون وهي التارجت بتاعنا. الاعلام هو الاوعيه الخاصه للثقافات العربيه، واحد الثقافات المهمه بالنسبه لنا هي الرساله التي تقوم بها هذه الشركه، واحنا في امس الحاجه لنوعيه مثل هذه البرامج الثقافيه التي تصل الى القلب بسهوله. وفكره وحبيت ان انا لما جالي الشرايط دي حبيت احطها في المؤتمر اللي هي زي الموضوع نشره اخبار التاريخ. نشره اخبار التاريخ لو انا اتفرجت عليها للنهايه، لكن عشان بس وقت القنوات والناس اللي هي مرتبطه، هي استعراض لدرامي حقيقي. يعني هي نشره التفاصيل بتاعه النشره هي قصص دراميه مختصره، ديكورات، مكياج، نص، تاريخ، ثقافة، إبداع. حقيقة أنا مش هحجر بقى على جانب التحكيم، لكن هي نوعية متفردة، عشان كده حبيت أن أنا أحطها في هذا المؤتمر. وعدد من البرامج في المسابقة اللي وصلت لنا برامج تحمل التاريخ الإسلامي، وأيضا البرامج الإسلامية المتخصصة. ويعني شايف ان الدنيا ماشيه في الطريق اللي احنا كلنا بنشوفه. حاجه الى اقتفاء اثر النبي عليه الصلاه والسلام بشكل لطيف غير منفر، فعملنا اوبريت يكتب خصيصا قدره 1000 بيت شعري يشارك فيه 100 مطرب ومنشد من جميع البلدان العربيه. فكرته ان كل واحد بيتخيل ان لو ما كانش سيدنا محمد جه الدنيا كان هيبقى شكلها عامل ازاي، عكس الاوبريتات اللي كانت سابقه في هذا المجال. من ضمن الحاجات اللي احب انوه عنها ايضا اذا سمح الدكتور ابراهيم الاستاذ سيد، ان عندنا هنا في القاهره انشانا متحف ومعرض السلام عليك ايها النبي، قيد التدشين حاليا. هو عباره عن متحف الناس اللي هي بتشوف الحاجات القديمه وتقول عليها اصنام او شيء من هذا القبيل. حبينا نكسر هذا الاسلوب بشكل عصري. حضرتك مثال واحد فقط عشان ضيق الوقت. بنسمع كتير جدا من المستشرقين النبي عليه الصلاه والسلام شرب الخمره. وده جه من حديث معين النبي عليه الصلاه والسلام بيقول للسيده عائشه ناوليني الخمره. الخمره ده شيء صغير بيوضع الانسان يسجد عليه ويصلي زي السجاده بتاعت اللي بنصلي عليها اليومين دول. فالمستشرقين قرأوا هذه الكلمه ناوليني الخمره بدل ما هي الخمره. قام المشروع او المنظمه العالميه للحكمه والحوار بالتعاقد مع اتحاد الاثريين العرب في مصر، يرأسه الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المتحف الفني الاسلامي في مصر، على تصنيع كل ما ورد ذكره بالسيره النبويه الشريفه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعرضها للماده التاريخيه، الماده الدراميه التاريخيه. احنا بنعاني من صوره سيئه للاسلام في العالم كله. لماذا لا تخصص اداره المونديال جائزه خاصه للبرامج الدينيه والاعمال الدراميه الدينيه؟ ليه ما يبقاش كده؟ تبقى سفير لنا، خاصة إن الدراما لغة سهلة للتداول بين الشعوب. مليون دولار عندك؟ يعني بس لو الجايزة مليون دولار. أيوة جايزة خاصة. أولا أنا أضيف صوتي لصوتك، وفكرة جيدة، وأعتقد إن النهاردة متروكة لاتحاد المنتجين العرب، وممكن نطلع جايزة. واللي ممكن تمنح هذه الجايزة مش اتحاد المنتجين العرب، قناة السلام عليكم، وهنفرض عليها إن هي اللي هتقدم الجايزة وهتقدمها إن شاء الله. مصر يعني بياخدوها علينا ان هي دوله ارهابيه وفيها ارهاب، وشلنا اللوجو دوت. بنيجي ايام عرض المونديال، حضرتك بتقول ان انا بقوم بالتغطيه الاعلاميه، اجي انزل شعار المونديال من 22 ل 25، وانزل كلنا بنحب مصر دعوه للسياحه والحب مصر.